السلام عليكم، أنا دكتور يوسف، وحلقة اليوم رح تكون عن أفضل طريقة مدعومة بالأدلة والإثباتات العلمية للتخلص من الكرش نهائيا. ما تصدق أي حدا بقلك إنه هو فينه يعطيك مشروب بتشربه وبزلك الكرش خلال يومين ثلاثة. هالحكي منطقيا مستحيل، علميا مستحيل، فيزيولوجيا مستحيل، طبيا مستحيل، ما في هيك شيء. الطريقة والحكي بدي احكيه هو علم خالص. اذا بتعمل هالطريقة مثل الشيء اللي رح احكيه، الدراسات والادلة بتأكد لك انه انت رح يبدأ تخلص من دهون الكرش او من دهون البطن عندك بعد 4 لـ6 اسابيع، يعني بعد شهر من هون رح تلاحظ فرق كبير وملحوظ بدهون الكرش. بالاخير الشغلة كلها بتعتمد على هرمونات الشخص. في عالم كمان ممكن تلاحظ تحسن بالطريقة وبدء حرق الدهون بعد اسبوع. أنا بدي أبلش الحلقة بسؤال. إذا جاك شخص قريب لك أو شخص صديقك عنده زيادة بالوزن وكرش، هالشخص بيشتغل معظم وقته وطول الوقت حركة رايح جاي، شغله كتير فيه ضغط وتوتر كبير، حتى ما عنده وقت ينام، قال لك أنه أنا بنام باليوم 4 لـ5 ساعات. السؤال، هل الشخص هذا بعد فترة شهر شهرين ثلاثة رح يحرق دهون ولا رح يبني دهون مع انه عم يشتغل وما عنده وقت ينام وعم يتحرك وبيحرق حرارات؟ انا بدي منك طلب، قبل ما تكمل هالفيديو وقفه واكتب جوابك تحت بالتعليقات بعد اكمل الفيديو. رح تنصدم بالنتيجة، 85% من الناس رح تجاوب على السؤال غلط. شوف الفيديو الاخير لحتى تعرف شو السبب. احد الاسباب اللي خلتني اعمل هالفيديو هو رسالة وصلتني على الانستغرام بتقول انا سمينة وبدي برنامج غذائي ساعدني على إزالة الكرش. انت بهالفيديو رح تفهم آلية حرق الدهون ورح تقدر بخطوات علمية وبسيطة، 4 خطوات انا رح رتب لك اياهم، تفهم ليش اكل الدهون ما بيرفع دهون الدم. وهذا الحكي مو من عندي، هذا الحكي مبني على فهم آلية عمل هرمونات الجسم وآلية عمل وتوزيع الدهون بالجسم. ورح تعرف ليش الرياضة الشديدة ما بتحرق دهون. رح نخلي جسمك يتحول من وظيفة حرق السكر لوظيفة حرق الدهون. حلقة جديدة من فكر صحي ويلا نبدأ. تأكد انه مستحيل يروح كرشك اذا ما فهمت آلية عمل الهرمونات المسؤولة عن حرق الدهون بمنطقة البطن. مسؤول عن حرق دهون البطن من عدم حرقه هو هدول الهرمونات. فمشكلة دهون البطن هي مشكلة هرمونات. فأنت حتى لو اتبعت برنامج غذائي وحسبت على الكالوريز وما انتبعت على الهرمونات وما تحكم فيهم، فأنت مستحيل يروح كرشك. فيزيولوجيا عمل الدهون بالجسم بتقول انه اي انسان عنده 3 مصادر للطاقة بالجسم: الدهن، السكر اللي بتخزن بالكبد والعضلات على شكل جلايكوجين او جليكوجين. مرتبة الثالثة العضلات. اغلب الناس برامج غذائية الشائعة ما بتحرق دهن، هن بيحرقوا السكر اللي متخزن بالكبد والعضلات. فانت حسب الشيء اللي بتعمله رح يتحدد جسمك رح يحرق دهون ولا رح يحرق سكر. نحن بهالفيديو بدنا نحرق دهون، تمام. السؤال هو شو لازم نعمل؟ مهمتك الوحيدة هي انك تثبط الهرمونات يلي تمنع حرق الدهون وتزيد الهرمونات يلي بتزيد حرق الدهون. يعني كلام منطقي، تمام لهون؟ طيب نحن كيف بدنا نعمل هالشي؟ انا رح اعطيك 4 خطوات سهلة وبسيطة. جسم اي حدا فينا ما بحب الرجيم، يعني بالنسبة لجسمنا خسارة الوزن عنده تحدي، عنده شيء مو منيح. لهيك ما في حدا جسمه بحب انه يخسر وزن، جسمك ما بحب يخسر شيء. خسارة الوزن وعملية الرجيم هي بالاصل عند كل العالم، كل البشر مجهدة وبدها حكمة وبدها صبر. والفائدة القصوى رح تكون بعد 6 شهور. ليش كل هالفترة؟ لأنه جسمك متعود أو أنت عودته أنه يحرق سكر بس ما يحرق شحوم، فأنت لازم تغير أو تخلي جسمك يتكيف على حرق الدهون. هاي الخطوات صحية 100% وفعالة. الخطوة الأولى، جودة الأكل، شو هو المسموح وشو هو الممنوع وكم وجبة أكل. الأكل رح يكون، سجل عندك، 5 لـ10% كربوهيدرات، 20 لـ25% بروتين، و 75 لـ80% دهن. مصدر كربوهيدرات رح يكون الخضار. الخضار
فيها كمية قليلة كتير من الكربوهيدرات ومع ذلك غنية بالفيتامينات والمعادن يلي بتلزمنا لحتى ما يصير في عنا لا نقص فيتامينات ولا نقص معادن ولحتى يكون النظام والطريقة اللي عم نتبعها صحية 100%. كمية الخضار اللي بتلزمك باليوم أو الكربوهيدرات اللي لازم تاكلها باليوم هي 7 لـ10 أكواب. الكوب الواحد هو عبارة عن كمشة أو كمية اللي بتسعى بإيد واحدة. أنا رح سهلك موضوع كمية الكربوهيدرات اللي رح تاكلها من الخضار إذا حسبناها هون تطلع تقريبا بهالحجم تملي هالوعاء. بالنسبة لأشخاص اللي ما فينهم من دون الخبز يلي ما بشبعوا إذا ما أكلوا خبز، فينك تاكل رغيف واحد خبز أسمر باليوم. الخبز الأسمر كمية الكربوهيدرات اللي فيه نفس كمية كربوهيدرات يمكن أقل بشوي من الخبز العادي أو الخبز الأبيض، بس الفكرة أنه الخبز الأسمر فيه ألياف، فيه معادن، فيه فيتامينات، مفيد أكتر. ألياف تخليك تضل شبعان أكتر فهو مفيد، والألياف اللي فيه تخليك تضل شبعان أكتر. لهيك رغيف خبز أسمر بالنهار والبقايا رح تكون خضار. الفيتامينات معادن الموجودة بالخضار مو موجودة لا بالدهون ولا بروتين. كل الخضار مسموحة ما عدا فاصوليا والزرع والبطاطا، الممنوع منعا باتا. اي شيء فيه سكر هو مضر لجسمك ومضر لرجيمك. كولا، كيك، شاي مع سكر، قهوه مع سكر، حليب مع سكر، هدول ممنوعين منعا باتا. الاطعمه الممنوعه كمان الاطعمه اللي فيها سكر مخفي مثل الشيبس، الرز، بطاطا، معكرونه، الخبز، الزرع، العدس. بالنسبه للفواكه كمان ممنوعه لان فيها نسبه كبيره من الكربوهيدرات. صح انه هي غنية بالفيتامينات بس فيها نسبة كتير كبيرة من الكربوهيدرات ما عدا افوكادو، فريز والتوت البري. والفيتامينات المعادن كله رح تجيبه من الخضار. كم وجبة باليوم؟ اكتر شيء 3 وجبات. الافضل والاسرع لحرق الدهون هو وجبتين باليوم بفارق 6 ساعات. ما في توقيت محدد لاكل وجبات صبح او مساء، فانت ممكن تختار التوقيت اللي بناسبك. بين الوجبات السناكس ممنوعة. اشتهيت على قطعة مكسرات، اشتهيت على قطعة كيك كتير 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 صغيرة، قد ما كانت صغيرة رح ترفع الانسولين، رح يصير في عندها انسولين سبايك وانت رح تدمر كل شي بنيناه. بكل مرة انت بتاكل فيها بترفع الانسولين، اي شي بتاكله برفع الانسولين. فانت حسب طبيعة جسمك وحسب شغلك او دراستك وجبتين او 3 وجبات. الاهم انه ما في سناكس ابدا، فينك تشرب سوائل، شاي، قهوة، مي، بس اكيد كله بلا سكر. تاني عنصر نحتاجه هو البروتين. في قاعدة سهلة تحسب كمية البروتين المثالية اللي لازم تدخلها على جسمك باليوم، هي انك تضرب وزنك ضرب 1.5، او فينك تضرب الوزن كمان ب 1.7. مثلا وزنك 70 ضرب 1.5 يساوي 105 جرام بروتين باليوم. اذا كان وزنك مثلا 100 فضرب 1.5 يساوي 150 جرام بروتين باليوم. هاي هي كمية البروتين المثالية اللي بيحتاجها جسمك واللي لازم تاكلها باليوم. هاي الصورة هي عبارة عن وجبة فيها 80 جرام بروتين، بيض، سمك، فروج ومكسرات. فهي الوجبة متكاملة من دهون وبروتين، فمثلا 4 بيضات فيها 20 جرام وهكذا. هلا بالنسبة للبروتين والدهون ما فينا نفصل عن بعض بشكل كامل، يعني اللحم فيه دهن وبروتين، الفروج فيه بروتين أكتر، مثلا البيض فيه بروتين ودهن. بس كتير مهم انك ما تاكل بروتين لحاله. بروتين لحاله من دون دهون بيرفع الانسولين. يعني البيض كل معه صفار البيض، فروجة كلها مع الجلد المحيط فيها. دهون الصحية هي العنصر الوحيد اللي إذا أكلته ما رح يرتفع الإنسولين بالجسم، والدليل رابط الدراسة رح أحط لك إياها تحت بالوصف. ثالث عنصر هو الدهون. أكيد أنا هون بقصد دهون صحية مو الدهون المتحولة. ميزت الدهون إنه أولاً بتضل شبعان أنت لفترات طويلة، ثانياً دهون الصحية ما بترفع الإنسولين. بسمع كتير من الأشخاص بيقولوا طيب أنا إذا أكلت دهون فهذا الشيء رح يرفع الكوليسترول بالدم ورح يعمل لي مشاكل وامراض قلبيه انا بغنى عنها. كميه الكوليسترول بالاكل وكميه الكوليسترول بالدم شغلتين منفصلات تماما. يعني مو مثل السكر، انت وقت بتاكل سكر بيرتفع سكر الدم، بس اذا اكلت كوليسترول ما بيرتفع كوليسترول الدم. انت بالاصل جسمك بينتج كوليسترول بيصنعه بالكبد، فوقت بتاكل كوليسترول كتير جسمك بينتج كوليسترول اقل، وبتاكل كوليسترول قليل جسمك بيزيد انتاج الكوليسترول. هاي هي آلية عمل كوليسترول، هيك خلقنا ربنا. انا رح اترك لكم تحت بالوصف رابط اكتر من مقال موثوق بيأكد هالشي اللي بحكيه. بعدين كوليسترول مو كله سيء، في كوليسترول اسمه HDL هو الكوليسترول الحميد، في شيء اسمه LDL او السيء. جسمك كتير بيحتاج الكوليسترول لحتى يبني جدار الخلايا، مهم لعمل الهرمونات بشكل صحيح، ومهم للدماغ وللعين والاعضاء كتير تانية. الدهون الصحية هي الدهون غير المشبعة وقليل من الدهون المشبعة مثل السمك، افوكادو،
مكسرات وزيت الزيتون، بعض الدهون المشبعه مثل اللحمه، الزبده، الجبنه، وعلى فكره البيض اللي كتير مهم اللي حكينا عنه بفيديو الفيتامينات مسموح تاكله لانه هو بيعتبر من الدهون الاحاديه او الدهون غير مشبعه. هي الخطه اللي لازم تتبعها. بس بما انه عدد السعرات الحراريه بالدهون مرتفعه، 1 جرام دهون فيها 9 سعرات حراريه، لهيك اذا ردت تطبق هالشي على وجبتك اليوميه على الواقع يعني رح يكون على صحنك 50% كربوهيدرات، 25% بروتين، 25% دهون. بما انه الدهون دائما بتجي مع بروتين، لهيك لسهل عليك الامور فصحنك لازم يكون 50% كربوهيدرات، 50% دهون مع بروتين. كربوهيدرات باليوم لازم تكون 50-60 جرام، بروتين باليوم وزنك ضرب 1.5. بالنسبه للدهون ما في داعي تحسبها لانه هي باغلب الاحيان بتكون مشموله مع بروتين. هالاسلوب بسيط فينك تعمله على المدى الطويل وصحي ومفيد للجسم 100%. الخطوه الثانيه هي النوم. اهميه حرق الدهون بتساوي اهميه الرياضه. النوم مهم جدا جدا لحرق دهون البطن. ما راح تخسر وزن ولا راح تخسر كرشك اذا ما عم تنام منيح. بغض النظر عن فوائد النوم الكبيره، بهالفيديو حكيت عن افضل الطرق للنوم السريع بالتفصيل. الهرمون الاساسي اللي بزيد حرق الدهون هو هرمون النمو، ولا هرمون بتحفز بدرجة كبيرة وقت بتنام 8 ساعات وأكثر. لهيك إذا بدك تروح كرشك ضبط نظام حياتك بحيث تنام 8 ساعات وأكثر. الخطوة الثالثة هي الرياضة. هون الموضوع بده كتير تركيز. مثل ما معروف إنه الرياضة بتزيد معدل الاستقلاب وبتساعد على حرق الدهون. كمان الرياضة معتدلة مثل المشي السريع بقلل التوتر وبقلل الكورتيزول، وهالشي بزيد حرق الدهون. تمام. بس الرياضة المجهدة الشديدة بترفع الكورتيزول وهذا الشيء بيثبط حرق الدهون. هيك الرياضة المعتدلة بتحرق دهون والمجهدة بتثبط. برجع بقول لكم هالشيء مبني على فهم فيزيولوجيا عمل الجسم. حل الموضوع هو تمرين اسمه هاي انتنسيف انترفال تريننج، تمارين متقطعة عالية الشدة. مثال عنا انه انت مثلا عم تمشي مشي سريع، بعد فجأة بتركض اسرع ما عندك لمدة 30 ثانية، بعدين بتريح لثلاث دقائق. انا راح اعطيكم تمرينين مميزين كتير وبساعدوكم لتعملوا هالشي بسرعة وبسهولة. تمرين بهالطريقة بخليك تخسر دهون الخصر ودهون البطن بشكل كتير سريع. دراسات كتيرة أكدت هالشي، رح خلي لك كم دراسة تحت بالوصف. هذا غير فوائد الكتيرة لهيك تمارين للقلب، الأوعية الدموية وزيادة المناعة. لهيك نحن بدنا نوفق الرياضة المجهدة مع الرياضة المعتدلة. فبكل بساطة عمل تمارين الشدة مرة واحدة بالأسبوع، إذا بدك تحرق أسرع وأسرع عملها مرتين، وباقي الأسبوع مشي سريع يوميا لمدة نص ساعة. بس كتير مهم الريكفري، كتير مهم بعد ما تعمل تمارين شدة انك تريح دقيقتين وثلاثة. نحن ما بدنا نتوتر، ما بدنا نرفع الكورتيزول. المشي اليومي والتمرين عالي الشدة يوم او يومين بالاسبوع كافي جدا، ما بدك اي رياضة تانية. الخطوة الرابعة هي التوتر. هالمرة ما حكيناها بفيديو المناعة، التوتر وخاصة التوتر المزمن لفترات طويلة بيرفع الكورتيزول. كورتيزول هرمون قوي بيثبط حرق الدهون. لهيك حاول قدر الامكان اذا بدك تروح كرشك تقلل التوتر. انا برايي انه الاشخاص ان اكثر مصدر للتوتر ممكن اي شخص يتعرض له، فخلي صحتك مرتبه الاولى، حاول تبعد عن اي شخص بسبب لك توترك. اترك شغلك اذا في عندك امكانيات كثيره، لانه شغلك او الشيف تبعك هذول بالعاده بيكونوا اكثر اسباب اللي سبب توتر. اذا توترت ما راح يدوب شحم بسرعه. بعد كده الحكي والتفاصيل يلي سمعتها، الرجل يلي بالمطعم تذكروا اللي كان عنده كرش وكان يروح ويجي وكان دايما تعبان، هالشخص ما عم ينام منيح لهيك رح يزداد وزنه، دايما متوتر لهيك رح يزداد وزنه، الجهد الشديد اللي عبانيه رح يزيد الوزن. ملخص حكي بشكل بسيط، انتبه على اكلك، خضار، وجبتين، لا سكر لا سناك، الرياضة مرة بالاسبوع عالية شدة والايام بقايا نصف ساعة مشي سريع، نام اكثر من 8 ساعات، قلل توترك قدر الامكان. إذا طبقت هالخطوات وما مشي حالك
أفقد ثقتي بالمراجع والدراسات الطبية كلها. إذا عندكم أي سؤال، إذا عندكم أي تعليق، اسألوني إياه بالكومنتات تحت. أنا عم بجيب المواضيع اللي عم بحكيها بالفيديوهات كلها من تعليقاتكم اللي عم تدركوها تحت الفيديو. لايك الأسئلة اللي عم تسألوني إياها والتعليقات أنا كتير بنبسط فيها، وهالشي بخليني أعرف أنتو شو بدكم وشو بيلزمكم. فيديو اليوم شاركوه لكل حدا عم يعاني من مشكلة شحوم البطن، شاركوه لكل حدا صار له زمان وزمان عم يسمع معلومات مغلوطة، صرحوا له معلوماته وخلوه يوصل لحياة صحية من فكر صحي. أنا دكتور يوسف، لا تنسوا تخلوكم سعيدين وصحيين، والسلام عليكم.